السلام عليكم مشاهدين الكرام في أخبار اليوم تتابعون فيها. اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قواعد جديدة تهدف إلى رقمنة إجراءات التأشيرات، وذلك قصد السماح للأشخاص الذين يرغبون في السفر داخل منطقة شنغن بتقديم طلب إلكتروني للحصول على التأشيرة. وأشار المجلس في بلاغ له إلى أن اللائحتين المعتمدتين تتعلقان على الخصوص بإنشاء منصة رقمية أوروبية لطلب التأشيرة، وعبر هذه المنصة سيكون بوسع الراغبين في الحصول على التأشيرة إدخال جميع البيانات ذات الصلة وتحميل النسخ إلكترونية من وثائق سفرهم والمستندات الداعمة ودفع رسوم التأشيرة الخاصة بهم. وتابع المجلس أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضا استبدال ملصق التأشيرة الحالي برمز شريطي موقع بالتشفير. اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قواعد جديدة تهدف إلى رقمنة إجراءات التأشيرات، وذلك قصد السماح للأشخاص الذين يرغبون في السفر داخل منطقة شنغن بتقديم طلب إلكتروني للحصول على التأشيرة. وأشار المجلس في بلاغ له إلى أن اللائحتين المعتمدتين تتعلقان على الخصوص بإنشاء منصة رقمية أوروبية لطلب التأشيرة، وعبر هذه المنصة سيكون بوسع الراغبين في الحصول على التأشيرة إدخال جميع البيانات ذات الصلة وتحميل النسخ إلكترونية من وثائق سفرهم والمستندات الداعمة ودفع رسوم التأشيرة الخاصة بهم. وتابع المجلس أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضا استبدال ملصق التأشيرة الحالي برمز شريطي موقع بالتشفير.